حركة تجارية نشطة تشهدها المنطقة الحدودية بين سلطنة عمان واليمن، مردها التسهيلات التي تقدمها المنطقة الحرة بالمزيونة للتجار والمستثمرين اليمنيين. المنطقة التي افتتحت عام 1999 باتت المعبر البري الرئيسي لدخول معظم الواردات الأساسية إلى اليمن في ظل الحرب التي يشهدها البلد منذ أكثر من 3 سنوات. كوننا كمستثمرين وجدنا عمان أو المناطق الحرة في سلطنة عمان بيئة خصبة للاستثمار في مجالنا، في مجال عملنا ونشاط عملنا. وجدنا منهم تسهيلات يعني كثيرة، منها الاتصال المباشر بالمستثمر والاستماع له. تؤكد السلطات العمانية في المنطقة الحرة بالمزيونة أن حجم البضائع المعاد تصديرها إلى اليمن عبر المنطقة ارتفع بشكل كثيف خلال السنوات الماضية، فقد زاد حجم الصادرات خلال النصف الأول من العام الحالي إلى نحو 144 ألف طن مقارنة بنحو 1700 طن فقط خلال العام 2015. وتعزو إدارة المنطقة ذلك الارتفاع إلى جملة من الأسباب أهمها التسهيلات المقدمة للمستثمرين اليمنيين. في تسهيلات بالنسبة للعمالة اليمنية بإمكانها الدخول للمنطقة، لأن المنطقة تقع بعد المنفذ الحدودي، من ضمنها دخول عمال يمني بدون تأشيرات، أيضا دخول السيارات اليمنية للتحميل من المنطقة والعودة إلى الجانب الآخر. لا يقتصر عمل المنافذ البرية العمانية مع اليمن على عبور الشاحنات التجارية، بل باتت تلك المنافذ الممر الرئيسي لعبور آلاف اليمنيين شهريا من داخل البلد وخارجه، لا سيما المرضى والطلاب والمغتربون. التسهيلات والامتيازات التي تقدمها السلطنة في المناطق الحرة الحدودية جعلت كثيرا من التجار والمستثمرين اليمنيين يفضلون استيراد بضائعهم عبرها، وباتت المنافذ العمانية الشريان الرئيسي لدخول معظم المواد الغذائية إلى اليمن.